أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 7/5/2020. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الين. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، صدرت قبل قليل أرقام معدلات الفائدة وقرار السياسة النقدية والتصويت على معدلات الفائدة في المملكة المتحدة، حيث أبقى المركزي البريطاني أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، حيث كانت أهم نقاط بيان السياسة النقدية بدعم الاقتصاد بسبب عمليات الإغلاق بسبب الوباء واتخاذ التدابير اللازمة لإبقاء معدلات التضخم ضمن المدى المدروس عند 2%. هذا وأيضا ما دعمه الأغلبية في اللجنة الاقتصادية خلال عملية التصويت. وسيكون هنالك أيضا في منتصف اليوم حديث لمحافظ البنك البريطاني السيد أندرو بيلي، سيتحدث فيه بالتفصيل عن آثار الاقتصادية وكيفية التعامل مع الوباء من الناحية الاقتصادية. وخلال الفترة الأمريكية سيصدر أيضا أرقام متطلبات البطالة، ونتوقع أن تصدر الأرقام عند 3 مليون طلب مقابل 3.8 مليون طلب في الرقم السابق. أما من الناحية التقنية، لاحظ التداولات الإيجابية بعد صدور الأخبار في المملكة المتحدة ووصول الجنيه الإسترليني مقابل الين من منطقة 131.75 131.60. حاليا يتداول الجنيه الإسترليني مقابل الين أعلى مستوى 131.75، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 132.26. وفي حال كسر مستوى 132.42 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 132.90. عودة الأسعار أقل من مستوى 131.60 هو يعطي نظرة تصحيحية فقط للجنيه الإسترليني مقابل الين للعودة إلى مستوى 131.10، ولكن لا تتغير هذه النظرة إلى نظرة سلبية إلا في حال كسر مستوى 130.95، الأمر الذي يعزز عودة الأسعار ووصولها إلى مستويات 130.45. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.